السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا تامر؟ اليوم إن شاء الله بدنا نكمل الدرس الثالث من مادة الحاسوب، وحدات التخزين المساندة. تعرفنا على وحدة التخزين العشوائية اللي هي الرام، وعرفنا إنها لا تستطيع الاحتفاظ بالبيانات عند انقطاع التيار الكهربائي. هلأ بدنا نتعرف على وحدات تخزين أخرى مساندة لذاكرة الوصول العشوائية اللي هي وحدة تخزين. تمام، هون عندي مخطط انتقال البيانات بين معالج وحدات التخزين المساندة. عندي من المعالج للذاكرة لوحدة التخزين المساندة، وعندي من وحدة التخزين المساندة للذاكرة للمعالج. في عندي وحدات تخزين مساندة، حكينا هاي وحدات التخزين المساندة تقسم إلى وحدات داخلية ووحدات خارجية. الوحدات الداخلية اللي هي داخل جهاز الحاسوب مثل القرص الصلب، أما وحدات الخارجية اللي أنا بحطها داخل جهاز الحاسوب أو بالكيس مثل المدمجة. عندي المدمجة الرقمية، الفلاش، أكيد كلنا بنعرفهم وكلنا تعاملنا مع هاي وحدات التخزين. أولا بدنا نتعرف على القرص الصلب اللي هو الهارد ديسك. الهارد ديسك اللي هو وحدة تخزين رئيسية داخل جهاز الحاسوب، ويكون مثبت داخل وحدة النظام، بيكون مثبت في الكيس. يمتاز بأنه سريع جدا في نقل البيانات. إذا أنا هنا عندي تعريف للقرص الصلب، هو وحدة تخزين رئيسية في جهاز الحاسوب. بدي أركز على أن وحدة تخزين رئيسية ويكون مثبت داخل وحدة النظام. تمام، بإيش يمتاز؟ عندي هون خصائص القرص الصلب، يمتاز بأنه سريع جدا في نقل البيانات. 1 سعته التخزينية كبيرة. 2 3 يقاس بالجيجا بايت. 4 يخزن عليه نظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية المختلفة. يتكون من قرص واحد أو مجموعة من الأقراص. إذا عندي 5 خصائص للقرص الصلب. أولا سعته سريع جدا في نقل البيانات، سعته التخزينية جدا عالية، يقاس بالجيجا بايت، يخزن عليه نظام التشغيل. بما أنه يخزن عليه نظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية المختلفة، هون بدنا نعرف أنه سعته التخزينية كبيرة جدا، ويتكون من قرص واحد أو مجموعة من الأقراص. هون عندي أشكال أو شكل القرص الصلب من الخارج والداخل. هاي أهم الخصائص أعطاني إياهم، بحكي لي السعة الكلية. هنا شرح لي تنتين من الخصائص، أنا أخذت 5 خصائص له، هنا بدنا نشرح تنتين من الخصائص. السعة الكلية للقرص الصلب، كلما كانت سعة القرص أكبر كان أفضل، وهذا يعتمد على حجم البرامج المراد تخزينها عليه. أما سرعة الدوران، سرعة دورانه كلما زادت سرعة الدوران كان نقل البيانات أسرع. نركز عليها، كلما زادت سرعة دوران القرص الصلب كلما كان نقل البيانات أسرع. هناك نوع آخر من الأقراص الصلب يكون خارجيا اللي هو الإكسترنال، هاي ما بدنا ننساها. إذا نوع من أنواع الأقراص الصلبة خارجيا وليس داخل جهاز الحاسوب اللي هو الإكسترنال هارد ديسك، هو مهيأ لوصله بجهاز الحاسوب من المنافذ الخارجية. إذا عن طريق اليو اس بي بقدر إني أشبكه على جهاز الحاسوب، وهو أبطأ في السرعة من القرص الداخلي اللي هو القرص الصلب، ومن ميزاته إمكانية التنقل به بسهولة. هيك خلصنا القرص الصلب. ثانيا الأقراص المدمجة، الأقراص المدمجة اللي إحنا كلنا نعرفها ونتعامل معها في نقل البيانات من جهاز إلى آخر، يطلق عليه أحيانا الأقراص الليزرية. ليش يطلق عليه الأقراص الليزرية؟ بدنا نعلل هون، لأن تكنولوجيا الليزر تستخدم في كتابة البيانات وقراءتها المخزنة عليها طبعا وقراءتها،
والقرص المدمج خفيف الوزن زي ما احنا شايفين، اللي هو بيشبه السي دي، خفيف الوزن وذو سعة تخزينية تبلغ 650 ميجا بايت تقريبا. وفي عندي عدة أنواع للأقراص المدمجة. أولا القرص المدمج للقراءة فقط سي دي روم، هذا القرص المدمج من اسمه للقراءة فقط، فقط يقرأ المكتوب عليه ويتم الكتاب عليه فقط في أثناء عملية التصنيع. أنا لما أستخدمه ما بقدر إني أكتب عليه أو أعدل عليه أي إشي، فقط في أثناء التصنيع يتم الكتاب عليه أي من الشركة المصنعة، فلا يمكن بعدها المسح أو التعديل عليه، أي أنه للقراءة فقط. ثانيا القرص المدمج القابل للكتابة، من اسمه قابل للكتابة، أنا بقدر إني أكتب عليه، اللي هو سي دي رام. السي دي رام قرص مدمج يمكن التخزين عليه مرة واحدة، إذا بخزن عليه مرة واحدة فقط، ما بقدر إني أرجع أستخدمه مرة تانية وأرجع أسجل عليه شيء تاني. ثالثا القرص المدمج القابل لإعادة الكتابة والتخزين، اللي هو سي دي آر دبليو. أهم ما يميز هذا النوع من الأقراص المدمجة إمكانية الكتابة والتسجيل عليه وحذف المعلومات المخزنة وتعديلها. إذا عندي ثلاث أنواع، سي دي رام، سي دي آر، وسي دي آر دبليو. سي دي روم لا يمكن الكتابة عليه أو التعديل عليه، سي دي آر بس بخزن عليه لمرة واحدة، أما سي دي آر دبليو يمكن إعادة التخزين عليه مرة ومرتين وثلاثة. بقدر نكمل. ثالثا القرص الرقمي، إن الحاجة لتخزين كم هائل من المعلومات التي تتضاعف بسرعة، إذا نركز كم هائل من المعلومات. إذا القرص الرقمي هو قرص يستخدم لتخزين المعلومات الكثيرة جدا التي تحتاج إلى سعة تخزينية كبيرة جدا، تتضاعف بسرعة كبيرة، أدى إلى ظهور وسائط للتخزين تتلائم مع هذا القدر من المعلومات. ظهر القرص الرقمي الذي يشبه كثيرا القرص المدمج. إذا حكينا أنواع الأقراص المدمجة، هلأ بدنا نعرف إنه القرص الرقمي يشبه كثيرا القرص المدمج من حيث الشكل والحجم زي ما احنا شايفين بالصورة، ولكن السعة التخزينية لدى القرص الرقمي أكبر من السعة التخزينية لدى القرص المدمج، تصل إلى 16 جيجا بايت، ويستخدم عادة لتخزين أفلام الفيديو، نركز عليها. عندي رابعا ذاكرة الفلاش. ذاكرة الفلاش كلنا بنعرفها، هيها زي ما احنا شايفين بالصورة، هي مكونة من شريحة ذاكرة. اذا ذاكرة الفلاش مكونة من شريحة ذاكرة قادرة على الاحتفاظ بالبيانات لمدة جدا طويلة لحين العودة اليها. مثلا ممكن اخزن معلومات تضلها عندي 10 سنين محفوظة داخل ذاكرة الفلاش، يمكن مسحها والتعديل عليها متى ما انا حبيت. والمزايا انها صغيرة الحجم، بدي اعرف المزايا، سهلة الحمل 2، 3 ذات سعة تخزينية كبيرة، 4 سهلة الاستخدام، 5 لا تتلف بسهولة. هاي خصائص أو ميزات ذاكرة الفلاش. خامسا بطاقات الذاكرة. ايش هي بطاقات الذاكرة؟ هي نفسها الميموري اللي احنا بنتعامل معها داخل اجهزة الهواتف. اذا هي عبارة عن بطاقات صغيرة الحجم قابلة للازالة، وتحتاج عند توصيلها بجهاز الحاسوب الى قطعة الكترونية تسمى قارئ البطاقات. هون تعريف بطاقات الذاكرة. إذا بدي أوصلها بجهاز الحاسوب لازم أجيب قارئ بطاقات وأدخلها جواته وأحطها داخل الجهاز. يستخدم هذا النوع من الذاكرة في وين؟ بستخدمه الكاميرات الرقمية، مشغلات الصوتيات، وأجهزة الحاسوب الخلوي، والأجهزة المحمولة. عندي 4 أماكن لاستخدام بطاقات الذاكرة، وين بستخدمهم؟ تمام؟ هون عندي نشاط، هاد واجب عليكم طبعا النشاط، وحدات التخزين اللي شرحناهم قبل. بدنا في عندنا هون وصف
وهون وحدة التخزين. مثلا عندي وحدة تخزين رئيسية في جهاز الحاسوب شرحناها، بدي اياكم تعبوا لي اياها وتصوروا لي اياها. وهيك احنا ان شاء الله بنكون خلصنا الدرس لليوم. هاي الأسئلة واجب عليكم تحلوهم، ويعطيكم ألف عافية.